السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الجيد مستوى السادس صفحة 59، دائما مع الأعداد الكسرية الجمع أو العمليات الحسابية، يعني الجمع والطرح والضرب والقسمة من طبيعة الحال. إذا دائما كالعادة الفيديوهات خاصة بالتصحيح دائما حاولوا الإنجاز ثم صححوا من خلال الفيديو، يعني تبع غير الطريقة ديال العملية الأولى وتفهم وتحاولي ديري العمليات اللي وحدك ثم التصحيح. إذا نبدأ مع التمرين رقم 7. إذا أملأ خانات الجدول الآتي، لدينا 5 على 6 زائد 2 على 3 زائد 7 على 6 وهكذا. إذا نبدأ مع التمرين 7. إذا أول شيء عندنا 2 طرق أو 3 طرق ديال الحساب العمليات الكسرية. إذا أسهلهم هي نضربوا هذا البسط في هذا المقام وهذا البسط في هذا المقام وهذا المقام في هذا المقام، يعني 5 ضرب 3 نحطها في البسط، 2 ضرب 6 نحطها في البسط، والمقام في المقام نحطوه في المقام. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية كنلاحظوا إذا كان أحد المقامين من مضاعفة الآخر، بحال هنايا 6 من مضاعفات 3، هذه 2. إذا ألاحظ أن 6 من مضاعفات 3، إذا يكفي أن أضرب 3 في 2 تصبح 6، وهنا نفس العدد 2. جيد. الآن تصبح عندنا 5 على 6 زائد، هنا تصبح 4 على 6. إذا كان لعددين كسريين نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين، إذا هي 9 على 6. بطبيعة الحال اختزال، هذا من مضاعفات 3 وهذا من مضاعفات 3، إذا 6 قسمة 3، 2. العملية الموالية 5 على 6 زائد 7 على 6. إذا هنا ألاحظ أن نفس المقام، لدي نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين. إذا لكان عندي نفس المقام لا داعي لتوحيد لأن أصلا هو موحد. ثم الاختزال 12 قسمة 6 و 6 قسمة 6، إذا هي 2 على 1 راهي 2. جيد. العملية الموالية 5 على 6 زائد 1 على 30. إذا كالعادة ألاحظ أن 30 من مضاعفات 6، يعني 6 ضرب 5 و5 ضرب نفس العدد اللي هو 5، إذا هنا تصبح 25 على 30، هنا تبقى 1 على 30. الآن لدي نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين، إذا 26 على 30. بطبيعة الحال من مضاعفات 2 ومن مضاعفات 2، إذا أختزل ب2. هذا كنستعملوا الدرس ديال القواسم والمضاعفات. إذا 26 قسمة 2 13، وهنا 15، ثم 5 على 6 زائد 1. من طبيعة الحال 5 على 6 زائد 1 على 1، اللي ما عندوش مقام كنديروا ليه 1. أنا ألاحظ أن 6 من مضاعفات 1، إذا أضرب في 6 و6 لكي يصبح نفس المقام، إذا 5 على 6 زائد 6 على 6، إذا نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين. ثم 5 على 6 أو أنهينا 5 على 6. نمر إلى 1 على 3، إذا نمر إلى 1 على 3 زائد، إذا 1 على 3 زائد 2 على 3. إذا من طبيعة الحال لدي نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين، إذا 3 على 3 هي 1. ثم 1 على 3 زائد 7 على 6. إذا ألاحظ أن 6 من مضاعفات 3، إذا أضرب في 2 في 2، إذا تصبح 2 على 6 زائد 7 على 6. طبعا لدي نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين، إذا 9 على 6. ألاحظ أن القاسم المشترك ل9 و6 هو 3، إذا 9 قسمة 3 3 و6 قسمة 3 2. ثم 1 على 3 زائد، إذا بعد 7 على 6 هناك 1 على 30. إذا ماذا ألاحظ؟ من طبيعة الحال إجابتكم ستكون أن الملاحظة هي أن 30 من مضاعفات 3، إذا نضرب في 10 نضرب في 10، 3 ضرب 10 30، إذا تصبح 10 على 30 زائد 1 على 30. نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين، إذن 11 على 30. ثم أخيرا 1 على 3 زائد 1، إذن 1 على 3. هنا قلنا اللي ما عندوش مقام راه كنديروا ليه مقام ديالو 1. إذا ألاحظ أن 3 من مضاعفات 1، يعني هنا نضرب في 3 وهنا في 3، إذا تصبح 1 على 3 زائد 3 على 3. إذا نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين، إذا 4 على 3. نمر إلى التمرين رقم 8. إذا بنفس الطريقة لدينا 1، هذه المرة طرح، إذا 1 طرح. أول عدد هو 1 على 2، إذا 1 على 2. إذا اللي ما عندوش مقام نديرو ليه مقام 1، لأن على أصلا هو على 1. إذا هنا ألاحظ أن 2 من مضاعفات 1، إذا أضرب في 2، إذا تصبح 2 على 2 ناقص 1 على 2. إذا نفس المقام أحتفظ به والبسط ناقص البسط، إذا هي 1 على 2. ثم 1 ناقص العدد الموالي هو 3 على 4. إذا ألاحظ أن هنا ما عندوش مقام نديرو ليه 1، إذا ألاحظ أن 4 من مضاعفات 1، أو اللي كتجي صعيبة القضية ديال هذا من مضاعفات هذا فاش غيضرب كنديرو الطريقة العادية، شنا هي اللي هي 1 ضرب 4 و3 ضرب 1، 1 ضرب 4. إذا 1 ضرب 4 4، و3 ضرب 1 3، و1 ضرب 4 4، هي 1 على 4. يعني البسط في المقام والبسط في المقام والمقام في المقام يعطينا في المقام في الأسفل. ثم الآن من 1 على 1 ناقص، إذا بعد 3 على 4 هناك 5 على 6، إذا 5 على 6. نديرو نفس الطريقة عاوتاني، إذا 1 ضرب 6 6، 5 ضرب 1 5، و1 ضرب 6 6، إذا وهي 1 على 6. ثم 1 على 1 ناقص 7 على 8، نفس طريقة، إذا 1 ضرب 8 8، 7 ضرب 1 7، والمقام ضرب المقام 8، إذا هي 1 على 8. ثم 1 على 1 ناقص 7 على 10، ناقص 7 على 10. إذا بنفس الطريقة 1 ضرب 10 10، و7 ضرب 1 7، 1 ضرب 10 10، إذا هي 3 على 10. جيد، أنا هنا 1. نمر إلى 5 على 2. إذا 5 على 2 طرح، إذا 1 على 2. هذه نفس المقام، إذا ما أصلا موحدين نحتفظ به ونطرح البسطين، إذا هي 4 على 2، 4 على 2 هي 2. ثم 5 على 2 ناقص 3 على 4. إذا هنا نبغي ندير الطريقة العادية، 5 ضرب 4 20 ناقص 3 ضرب 2 ناقص 6 على 8. بغي ندير الطريقة ديال المضاعفات، ندير هذا ضرب 2 وهذا ضرب 2، 2 ضرب 2 باش يولي 4 بحال هذا، إذا غتولي 10 على 4 ناقص 3 على 4 تساوي 7 على 4، 10 ناقص 3 7 على 4. ثم 5 على 2 ناقص 5 على 6. إذا أيضا ألاحظ أن 6 من مضاعفات 2، إذا أضرب في 3 في 3، إذا تصبح 15 على 6 ناقص 5 على 6. إذا نحتفظ بالمقام، 15 ناقص 5 10، قاسم الشرك هو 2، إذا 5 6 قسمة 2 3. ثم أخيرا 5 على 2 ناقص أو ما قبل الأخير 7 على 8. إذا أيضا ألاحظ أن 8 من مضاعفات 2، يعني أضرب في 4 في 4، إذا تساوي، إذا 5 ضرب 4 20، هنا غتبقى غير 7، وهنا 2 ضرب 4 8 8، يعني نفس المقام، إذا هي 13 على 8. ثم 5 على 2 ناقص 7 على 10. إذا ألاحظ أن 10 من مضاعفات 2، أضرب في 5 5، إذا تصبح 25 على 10 ناقص 7 على 10. بطبيعة الحال 10 أحتفظ بها، و25 ناقص 7 هي 18. من مضاعفات القاسم المشترك هو 2، إذا 18 قسمة 2 9، وهنا 10 قسمة 2 5. جيد. نمر الآن إلى التمرين رقم 9. دونك أحسب ما يلي. إذا عندنا أول شيء أحسب ما بين القوسين، إذا نبدأ بهذه العملية. إذا هنا ألاحظ أن 18 ليست من مضاعفات 4، وبالتالي أبحث عن المضاعف المشترك. إذا لدينا مضاعفات 4، نلقاو 4 8 12 16 20 24 28 32 36. كاين 36، مضاعفة 18 0 18 36. إذا المضاعف المشترك هو 36، وبالتالي 4 ضرب كم تعطينا 36؟ ضرب 9. إذا انت هنا ضرب 9. 18 ضرب كم تعطينا 36؟ ضرب 2. إذا انت هنا ضرب 2. إذا هنا تصبح 27 على 36، هنا 14 على 36. الآن نفس المقام أحتفظ به وأجمع البسطين. إذا هنا 27 زائد 14 هي 41. جيد. إذا هذا المجموع حصلنا فيه على 41 على 36، نضيف إليه 17 على 2. بطبيعة الحال 36 من مضاعفات 2، إذا يكفي أن أضرب هنا في 18. كما قلنا سابقا، إلا ما قدرتش نعرف بأن 2 نضربها في كم، نديرو الطريقة العادية: 21 ضرب 2، و 17 ضرب 36، و 36 ضرب 2. جيد. إذا هنا 41 على 36، هنا 17 في 18، إذا 56. 7 ضرب 7 زائد الاحتفاظ 12 18. إذا 16 3 16 1 2 3. إذا 306 على 36. ثم نحتفظ بالمقام ونجمع 306 زائد 41 347. إذا هنايا المجموع 14، ليس مضاعفة 3، أيضا ليس مضاعفة 9، إذا غير قابل للاختزال. جيد. نمر إلى العملية الموالية اللي هي ما بداخل القوسين. 12 على 5 زائد 4 على 15 تساوي. إذا هنايا ألاحظ أن 15 من مضاعفات 5، يعني أضرب في 3 3. إذا تصبح 36 على 15 زائد 4 على 15. نحتفظ بالمقام ونجمع البسطين. بطبيعة الحال نختزل. إذا القاسم المشترك لدي هنا في رقم الوحدات 0، وهنا 5، بمعنى 5 قاسم مشترك. إذا 8 على 3. الآن هذا المجموع عطاني 8 على 3، نطرحو منه 5 على 2. إذا هنا 3 ليس مضاعفة 2، إذا نديرو الطريقة العادية، يعني 8 ضرب 2 و5 ضرب 3 و3 ضرب 2. إذا 16 ناقص 15 على 6 هي 1 على 6. ثم 11 على 5 زائد 1 على 3 ناقص 1 على 2. إذا كالعادة نبداو مع بداخل القوسين. إذا هنا 5 ليس مضاعفة 3، إذا نديرو الطريقة العادية: 11 ضرب 3 33، 1 ضرب 5 5، و 5 ضرب 3 15. نجمع طرح تساوي. إذا 38 على 15، إذا هو غير قابل للاختزال. الآن 38 على 15 نطرح منها 1 على 2. إذا 15 ليس مضاعفة 2، إذا الطريقة العادية: 38 ضرب 2 هي 76، واحد ضرب 15 15، و15 ضرب 2 30. إذا 6 ناقص 5 1، و7 ناقص 1 6. إذا 61 على 30. جيد. نمر الآن إلى العملية الموالية. 5 على 4 زائد 2 على 5 ناقص 2 على 7. إذن جيد كالعادة نبدأ بما بين القوسين اللي هو هذا، تساوي إذن هنا 5 ليس مضاعفة 4، إذن نديرو 5 ضرب 5 25، 2 ضرب 4 8، و 4 ضرب 5 20. إذن هنا نجمع تعطينا 33 على 20. الآن هو غير قابل للاختزال. 33 على 20 اللي هو هذا المجموع نطرح منه 2 على 7. إذا 20 ليس من مضاعفة 7، إذا نديرو الطريقة العادية. 33 ضرب 7، إذا 7 ضرب 3 21، 7 ضرب 3 21 زائد 2 23، 2 ضرب 20 40، و20 ضرب 7 140. إذا هي 140. 231 ناقص 40 هي 191. من طبيعة الحال هو غير قابل للاختزال. جينا الآن إلى التمرين رقم 10. دونك أكتب على شكل مجموع عدد صحيح وعدد كسري أصغر من 1 كل عدد من الأعداد التالية. بغينا كل عدد كسري نكتبه على شكل عدد صحيح وزائد عدد كسري يكون صغر من 1. دونك هنايا الطريقة اللي كنتبعو هي كاين 2 طرق، دونك غنشوفهم بجوج اللي جاتكم ساهلة هي اللي غادي ديرو بطبيعة الحال. إذا الطريقة الأولى شنو هي؟ هي التفكيك. الطريقة الأولى هي التفكيك. إذا نفكو على حساب مضاعفة 2. إذا كنديرو مضاعفة 2 تنقربو ل 13. إذا 2 4 6 8 10، 12 قربنا. دونك هنا 12 على 2، 12 شحال بقى لي على 13؟ 1. دونك درنا التفكيك. 12 زائد 1 هي 13 على 2 تساوي 12 اللي قسمنا على 2 هي 6، وزائد 1 على 2. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نفس العملية غنديروها بالطريقة الثانية ونشوفوا واش نفس الجواب. كنديرو 13 كنقسمو على 2، أعتقد أن هذه هي الأسهل. 13 قسمة 2 فيها 6، 6 ضرب 2 12، 3 ناقص 2 1 0. إذا لاحظوا الخارج 6 والباقي هو 21، وعفوا هو 1 مقسوم على 2، 1 مقسوم على 2. إذا نفس الجواب. دونك أعتقد أن الطريقة الثانية أسهل. 37 على 12، إذا بنفس الطريقة 37 نقسمو على 12، إذا فيها 3 ضرب 2 6 ضرب 1، الباقي 1 0. إذا الخارج هو 3 زائد الباقي على المقسوم عليه 1 على 12. ثم 151 على 11، إذا بنفس الطريقة 151 قسمة 11. إذا ناخدو 15 فيها 1 ضرب 11 11، إذا 4 0. أنزل 1 فيها 3 33، إذا 11 ناقص 3 8 0. إذا 13 زائد 8 قسمة 11. إذا لاحظوا كاع هاد الأعداد الكسرية راهم صغار من 1 لأن البسط صغر من المقام، يعني صغر من 1. ثم 25 على 8، إذا 25 قسمة 8 فيها 3 1 0. إذا 3 زائد 1 على 8. ثم 9 على 4، إذا 9 على 4 فيها 2 والباقي 1. إذا 2 زائد 1 على 4. دونك بغيتو ديروا الطريقة ديال القسمة اللي كنظن أنا هي السهلة مزيان. بغيتو ديروا هادي ديال التفكيك 13 تفكوها هي 12 زائد 1 وتكمل الجواب. أنا أعتقد أن هذه القسمة هي الأسهل. ثم التمرين رقم 11. دونك أكتب كل مجموعة على شكل عدد كسري مختزل، يعني هنا غنديروا عملية الجمع. إذا 0.5 زائد 5 على 6، 0.5 زائد 5 على 6. أول شيء نحول العدد العشري إلى عدد كسري، إذا هذه تقرأ 0.5 أو 5 أعشار، 5 أعشار، حيت عندي رقم وراء الفاصلة هو العشور، 5 أعشار تساوي. إذا هنايا نديرو غير الطريقة العادية ولا نقلبو على المضاعف المشترك ولا يعني كلشي بحال بحال، اللي جاك سهلة ديروها. دونك نديروها العادية، 5 في 6 30، 5 في 10 50، و10 في 6 60، يعني توحيد المقامات. إذا 80 على 60، عندي 0 0 معنى أنهم من مضاعفات 10، إذا نقسمو على 10 10 تعطيني 8 على 6، 2 2، 4 على 3. العملية الموالية، 15 زائد 12 على 17، نعم هي هاديك. دونك 15 ما عندوش مقام يعني راه على 1، إذا توحيد المقامات، 1 في 17 17، 15 ضرب 17. دونك هنايا 35 8 7 1، 5 5 2، دونك 255، ثم 1 ضرب 12 12، إذا هي 17. هنا نجمعو، إذا هنا 7 6 2، إذا هنايا غير قابل للاختزال. جينا نمر الآن إلى العملية الموالية. دونك 7 على 12 زائد 1.2، طبيعة الحال 7 على 12، هنا عندي عشر يعني 12، كنحيدو الفاصلة ونقسمو على 10 حيت عندي رقم، إلا كانوا جوج أرقام ورا الفاصلة نقسم على 100، كانوا 3 على 1000 وهكذا. إذا هنا يمكن لي نختزل هذا باش نسهل شوية، إذا 7 على 12 زائد هنايا نقسم على 2 2، إذا تعطينا 6 على 5 تساوي. دابا نديرو الطريقة العادية، 12 ليست مضاعفة 5، إذا ندير 7 في 5 35، و6 في 12 72، و12 في 5 60. دونك هنايا نجمعو 7 10، إذا 107 على 60 هو غير قابل للاختزال. جيد، نمر الآن إلى العملية الموالية، 21 على 25 زائد 24 بطبيعة الحال على 1. إذا هنايا نديرو غير الطريقة العادية، 21 ضرب 21 21 21، 24 ضرب 25، دونك 20 10 12 8 4، إذا 0 10 6، إذا 6 100، وهنا 25 ضرب 1 25. جاي الآن نجمع 621 على 25 بطبيعة الحال غير قابل للاختزال. ثم 4.32 زائد 32 على 40، بطبيعة الحال نحولو هذا العدد كسري، إذا نحيدو الفاصلة وعندي جزء من 100، جوج أرقام ورا الفاصلة، إذا على 100. هنا هذا قابل للاختزال، إذا نختزلو ب 8 من المضاعف القاسم المشترك هو 8، إذا 32 على 8 4، و40 على 8 5 تساوي. إذا هنايا 100 من مضاعفات 5 يعني يكفي أن أضرب في 20، إذا تصبح 432 على 100. نقدر ثاني نختزل هذا، ممكن نختزل هذا، أنا بانت لي هذه سهل، نقدر نختزل هذا العدد الكسري ونكمل. زائد هنا الاختزال، هنا 4 في 20 80، و5 في 20 100، إذا نفس المقام. ونجمعو 432 زائد 80 هي 2 11 5 512، إذا بالي أنا قاسم مشترك أول هو 2، إذا هذا اللي قسمنا على 2 غتعطينا 200 و 256 أعتقد، 2 6 12 1 10 11 1 هي هذيك، وهذا اللي قسمنا على 2 غيعطينا 50 تساوي إذا أيضا من مضاعفات 2 لأن في الوحدات عدد زوجي. إذا هذه اللي قسمنا على 2 تعطينا 128 وهنا اللي قسمنا على 2 تعطينا 25. الآن أصبح غير قابل للاختزال. جيد، نمر الآن إلى العملية الأخيرة في التمرين. دونك 3.41 زائد 13/25. دونك أول شيء كالعادة نحول إلى عدد كسري، إذا عندي جزء من المئة غنحيد الفاصلة وندير على 100 زائد 13/25. جيد، إذا هنا ألاحظ أن 100 من مضاعفات 25 يعني أضرب في 4. قلنا إلا ما عرفناش نديرو العادية، هذا في هذا وهذا في هذا والمقام في المقام. دونك 341 على 100 هنا غتولي 100 وهنايا 4 في 13 غتعطيني 52. جيد، الآن أحتفظ بالمقام وأجمع البسطين. إذا هنا 3.93 393 على 100 إذا أظن أنه غير قابل للاختزال. دونك في 11 هل درنا من عملية 1 2 3 4 5 6. دونك هما هادو. نمر إلى التمرين رقم 12. دونك أكتب كل فرق على شكل عدد كسري مختزل، نفس التمرين ولكن هاد المرة الفرق 5 - 34 على 8 إذا 5 على 1. إذا هنايا نديرو 5 ضرب 8 40 34 ضرب 1 34 و1 ضرب 8 8. إذا هنايا تعطيني 6 على 8. من طبيعة الحال قاسم مشترك هو 2 إذا 3 على 4 ثم 541 على 23 ناقص 13 من طبيعة الحال على 1. إذا كالعادة 23 ضرب 1 23 541 ضرب 1 541 و23 ضرب 12 نحسبوها 23 ضرب 13 عفوا. إذا 9 6 3 2 إذا 9 9 2 299 تساوي. الآن نطرح، إذا 541 ناقص 299 إذا 11 ناقص 9 2 14 ناقص 10 4 و5 ناقص 3 2 إذا 242. بطبيعة الحال غير قابل للاختزال. ثم العملية الموالية 8.7 ناقص 5 على 6 إذا نحول هذا يصبح 87 على 10 لأن الرقم 1 وراء الفاصلة. ديما نحيدو الفاصلة ونشوف شحال من رقم يعطينا، واش 10 ولا 100 ولا 1000. تساوي من طبيعة الحال نديرو الطريقة العادية ولا هنا راه كاين نضربو هذا في 6. دونك هنا القاسم المشترك هو 30 نقدرو نضربو هذا في 3 وهذا في 5 ويعطينا هو 30. نضربو هذا في 3 يولي 30 وهذا في 5 يولي 30. إذا انت هذا 5 وهذا 3 هذا خص يكون بحال بحال وهذا خص يكون بحال بحال. كما قلنا نقدروا نديروا 87 في 6 و5 في 10 و10 في 6. غير الا درنا هذه غتوفر لنا شويه الاختزال. إذا هنا 3 في 7 21 2 هنا 24 26 على 30 وهنا 5 في 5 25. إذا هنايا 261 نقص منها 25 دونك 11 ناقص 5 6 6 ناقص 3 3 وجوج ناقص 3 2. بطبيعة الحال قابل للاختزال على 2 دونك 118 وهذا على 2 15. جيد، نمر الآن إلى 2 على 3 ناقص 0.1. بطبيعة الحال هنايا نحتفظو العدد الكسري الأول ناقص هذا عشر يعني 1 نحيدو الفاصلة يبقى 1 على 10 نديرو الطريقه العاديه 2 في 10 20. علاش؟ حيت 10 ماشي مضاعف في 3، اذا 2 في 10 20، 1 في 3 3، 3 في 10 30. هنا 17 على 30. ثم العمليه المواليه 4.2 ناقص 16 على 15. نحول، إذا نحيدو الفاصلة ونديرو على 10 ناقص 16 على 15 تساوي. هنا الطريقة العادية هي نديرو الضرب ضرب ضرب، أو إلا درت مضاعفات 10 ومضاعفات 15 غنلقى المضاعف المشترك هو 30، بمعنى نضرب هنا في 3 وهنا في 2 تولي 30 30. إذا 3 من هنا و2 هنا، إذا هنايا غتولي 3 في 2 6، 3 في 4 12 على 30، هنا 2 في 16 32 على 30. نحتفظوا بالمقام 126 نقسم من 30، إذا 6 ناقص 2 4، 12 ناقص 3 9. ثم العملية الأخيرة، إذا 8.35 ناقص 357 على 175. بطبيعة الحال نحول إلى عدد كسري، إذا لدينا رقما يعني جزء من 100، 357 على 175. جيد، إذا هنايا يمكن لي نختزل مثلا، أو إلا درت مضاعفات نقدر ما نختزلش، بغيت نختزل بخمسة خمسة نختزل، ما بغيتش كنلاحظ إلا درت مضاعفات 100 هي 100 200 300 400 500 600 700. إلا درت 175 المضاعفات ديالها غنلقى 700، بمعنى مضاعف مشترك هو 700. إذا هنايا نضرب في 7 وهنا نضرب أعتقد في 4، 4 في 5 20، ضرب بجوج 28 3 7 هي هذيك. جيد، الا ما بانش ليا هذا المضاعف المشترك هذه احسن طريقه ديال المضاعفات، ندير هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا، ولكن غيخرجوا اعداد كبار بزاف. اذا هذا ضربته في 7 حتى هذا نضربه في 7، هذا ضربته في 4 حتى هذا نضرب في 4. اذا هنايا 7 في 5 35، 7 في 3 21 زائد 3 24، 7 في 8 56 58. هنا 4 في 7 28 نحتفظوا بجوج، 4 في 5 20 زائد 2 22 نحتفظوا بجوج، 4 في 3 12 زائد الاحتفاظ 14. دابا غنديروا عملية طرح، إذا تساوي 4417 على 700. جيد، نمر الآن إلى التمرين رقم 13. إذا أحسب وأكتب النتيجة على شكل عدد كسري مختزل. إذا نبداو بالعملية الأولى، إذا 9 على 12 ناقص 7 على 18 زائد 17 على 2. إذا هنايا يمكن لي نختزل 9 على 12، قاسم مشترك هو 3، إذا نقسم على 3 تعطيني 3، نقسم على 3 تعطيني 4، ناقص 7 على 18 تساوي. هنايا نديرو العملية ديال توحيد المقامات ولا نديرو المضاعفات بحال بحال، نديرو هنايا العادية. دونك 3 في 18 54، 4 في 7 28، و 4 في 18 72. هنا راه كاين المضاعف المشترك ما بين 4 و 18 هو 36، بغينا نديرو 36 راه حتى هي صحيحة. دونك 54 ناقص 28 هي 6 2 على 72 تساوي. إذا هنا قاسم مشترك هو 2، إذا 13 على 36. وقت اللي دار الطريقة الثانية ديال القاسم المشترك هنا 36 راه صحيح، لأن بغينا نديرو الطريقة الثانية، أو يعني 9 على 12 ناقص 7 على 18. إذا نقدر ندير هنايا المقام المضاعف المشترك هو 36، يعني هنا نضرب في 3 وهنا نضرب في 2، إذا حتى هنا بحالو في 3 وهنا في 2، إذا غتولي 27 على 36 وهنا 14 على 36، إذا 27 ناقص 14 هي 13 على 36. لاحظوا نفس الجواب. ثم العملية الموالية، لا بقينا 17 على 2، إذا ما بداخل القوسين حصلنا على 13 على 36. دونك هذا اللي بالأحمر غير إضافة فقط لا زائدة. إذا هنا بين القوسين حصلنا على 13 على 36، من طبيعة الحال غنزيدو عليها 17 على 2. إذا هذه كما قلنا هذه غير زايدة، هي طريقة أخرى. جيد. إذا هنايا ألاحظ 36 مضاعفة 2، إذا يكفي نضرب في 18 أو ندير الطريقة العادية بحال اللي بغيتو. نديرو حنا الطريقة العادية هنا، 13 في 2 26، 17 في 36 612، و 36 في 2 72. دابا 72 نجمع هنايا، إذا 8 3 6 638. بطبيعة الحال قاسم مشترك رقم زوجي بمعنى كاين 2. إذا القسمتها غتعطيني 319، وهنا 36. مجموع الأرقام 9 زائد 1 10 زائد 3 13، بمعنى ما يتقسمش على 3 ما يتقسمش على 9. دونك غيبقى بحال هكاك. جاي العملية الموالية، عندي 12 على 5 ناقص 4 على 15. 12 على 5 ناقص 4 على 15 زائد 13 على 2. دونك نبداو هنايا ما بداخل القوسين، 12 على 5 ناقص 4 على 15 تساوي، ولاحظ ان 15 مضاعفة 3 يعني اضرب في 3، اذا 36 على 15 ناقص 4 على 15. 36 ناقص 4 هي 32 على 15. الان 32 على 15 نزيد عليها 13 على 2. 13 على 2. جيد. إذا هنا 15 ماشي مضاعفة 2، إذا الطريقة العادية 32 في 2 هي 64، 15 في 13 هي 195، و15 في 2 30. ثم الآن نجمع، إذا 4 زائد 5 9، 15 2 على 30 الموالية. إذا 27 على 4 ناقص 5 زائد 11 على 10، من طبيعة الحال 27 على 4 ناقص 5 على 1. إذا 27 ضرب 1 27، 5 ضرب 4 20، و4 ضرب 1 4. إذا هي 7 على 4. ثم 7 على 4 اللي عطاني هنايا في الفرق نضيف عليه 11 على 10. إذا 7 ضرب 10 70، 11 ضرب 4 44، و4 ضرب 10 40. إذا هنا إلا جمعتها تعطيني 4 11 على 40. بطبيعة الحال رقم الوحدات الزوجية يعني من قواسم من مضاعفات 2. إذا هذا غيعطيني 57، وهذا غيعطيني 20. جيد. ثم العملية الموالية، إذا 33 على 4 ناقص 5 على 3، إذا 33 على 4 ناقص 5 على 3 زائد 3.4. إذا بطبيعة الحال نبداو بما بين القوسين، إذا 33 ضرب 3 هي 99، و5 ضرب 4 20، و4 ضرب 3 12. 99 ناقص 20 هي 79 على 12، وهو غير قابل للاختزال. إذا 79 الآن على 12 اللي هو الفرق ديال هاد العددين نضيفو عليه 3.4. إذا 79 على 12 زائد هنايا نحيدو الفاصلة 34 على 10 يعني 34 عشرا، ثم نقوم بالعملية الحسابية يعني توحيد المقامات. إذا هنا يمكن لي نختزلها 34 على 10، نصغروها شوية إذا على 2 يعني 17 على 5. جيد. الآن نوحد المقامات. إذا 12 ضرب 5 60، 79 ضرب 5 5 في 9 45، 5 في 7 35 زائد 4 39. 12 ضرب 17 دونك هنايا 34، 17 14 2 204. ثم نجمع. إذا 5 زائد 4 9، 9 زائد 0 9، و 3 زائد 2 5. إذا 9 زائد 9 18 زائد 5 23، يعني ماشي مضاعفة 3 ماشي مضاعفة 9، دونك غير قابل للاختزال. جيد. نمر الآن إلى تمرين رقم 14. إذا هنا دائما البسط ضرب البسط والمقام ضرب المقام. جيد. 12 على 15 ضرب 17 من طبيعة الحال على 1. إذا هنا البسط ضرب البسط 12 ضرب 17 غتعطيني تقريبا 204، و15 ضرب 1 15. هنا إلا جمعت الأرقام 4 زائد 2 6، 5 زائد 1 3، يعني من مضاعفات 3. ولا كان عليا نختزل هذا هو الأول، هنا تعطيني 68 وهنايا تعطيني 5. كان بإمكاننا مثلا نقدروا نديرو 12 على 15، 17 على 1 تساوي، نختازلو هذا ب3 وهذا ب3، يعني 4 على 5 في 17 على 1. 4 في 17 هي 68، و5 في 1 5، يعني نفس الجواب. إذا هذه أو. ثم العملية الموالية 18 في 1 على 29 هنا على 1. إذا البسط في البسط 18 والمقام في المقام. ثم 0.5 ضرب 3 على 4، بطبيعة الحال نحولوا هذا العدد كسري، إذا 15 في 3 على 4. نقدروا نختازلوا هذا عشان نضربوا، نقدروا نضربوا عشان نختازلوا. إذا 15 40، إذا 5 كقاسم مشترك 3 على 8. جيد. ثم 1.5 ضرب 3 على 4، إذا نحولوا العدد كسري، إذا 15 على 10 ضرب 3 على 4 تساوي. هنا نفس الشيء، إما نختازلو عشان نضربو وإما نضربو عشان نختازلو، بحال بحال يعني لا فرق. إذا نقدروا نختازلو هذا مثلا ونقدروا نضربو 15 في 3 45، 10 في 4 40، إذا من مضاعفات 5. إذا هنا 9 وهنا 8. هنا 7 على 3 ضرب 0.125، إذا هي 7 على 3 ضرب، هنا نحيدو الفاصلة تبقى 125 على جزء من 1000. دونك هنايا نضربو البسط في البسط والمقام في المقام، ولا نختازلو هذا مثلا عشان نضربو، يعني كاين بزاف طرق. دونك 7 في 5 35، 7 جوج 14 17 8. هنا 3000 3000، إذا نقسم على 5، إذا 875 قسمة 5 تساوي 175، و 3000 قسمة 5 تساوي 600. نعاود نقسمو على 5 إذا هذه اللي قسمناها على 5 غتعطينا 35، وهذه اللي قسمناها على 5 غتعطينا 120. نعاود نقسمو على 5 إذا هذه غتعطينا 7، وهذه اللي قسمناها على 5 غتعطينا 24. جيد. الآن نمر إلى التمرين الموالي اللي هو أو باقي لنا عمليات في التمرين 14. دونك هنايا ندوزو للعملية الموالية. إذا 2 على 3 ضرب 4 على 3 ناقص 1 على 3. إذا نحسب ما بداخل القوسين. إذا لدينا المقام 1 نحتفظ به ونطرح 4 ناقص 1 3 هي 1. الآن 2 على 3 هنا في الفرق لقينا 1 على 1. إذا البسط في البسط والمقام في المقام. ثم العملية الموالية 1 على 2 ضرب 1 على 5 زائد 6 على 6 إذا تساوي. إذا نبداو بما بداخل القوسين. إذا 1 على 5، إذا هنا نقدروا 6 على 6 راه هي 1 وراه هي 5 على 5، 6 على 6 راه هي 1، إذا هي 5 على 5 بحال بحال. إذا 5 ونجمع البسطين، إذا 6 على 5. الآن 1 على 2 ضرب 6 على 5. إذا هذا المجموع هذا عطاني 6 على 5. البسط في البسط والمقام في المقام. اختزال باثنان، إذا 3 على 5. ثم العملية الأخيرة 9 على 7 في 1 على 4 زائد 2، إذا بين قوسين، إذا على 1 من طبيعة الحال، إذا هي 1 ضرب 1 1، 2 ضرب 4 8، و4 ضرب 1 4، هي 9 على 4، إذا 9 الآن على 7 ضرب المجموع اللي هو 9 على 4، إذا البسط في البسط والمقام في المقام. 28 في المقام، إذا 81 على 28. جيد، نمر الآن إلى التمرين رقم 15. دونك يستهلك محرك لضخ الماء 10 لتر من البنزين لملء خزان ماء سعته 2400 لتر. بعد أن أصبح الخزان فارغا شغلنا المحرك فاستهلك 4 إلى 5 كمية البنزين اللازمة لملء الخزان، واحسب باللتر كمية الماء التي ضخها المحرك بالخزان. إذا أول شيء نحسب كمية البنزين المستهلكة، لأنه هنا يستهلك 10 لتر ديال البنزين باش يجيب لنا 2400 ديال الماء، باش يطلع 2400 ديال الماء لتر ديال الماء. هنا استعملنا غير 4 على 5 كمية البنزين، يعني ماشي 10. أول حاجة نعرفوا كمية البنزين المستهلكة. إذا كمية البنزين المستهلكة باللتر، إذا عندنا 10 لتر استهلك منه هو 4 على 5، يعني نضربوها في 4 على 5. إذا البسط في البسط والمقام في المقام. 40 على 5 هي 8، إذا نستعمل غير 8 لتر. جيد، الآن غنديرو التناسبية. إذا 10 لتر كيطلع بها 2400 لتر ديال الماء، إلا استعمل غير 8 لتر غنضربو 8 لتر في 2400 ونقسمو على 10، إذا 8. يعني بحال درنا التناسبية، لاحظوا 10 لتر ديال البنزين كيخرج بها 2400 لتر ديال، كيملأ بها 2400 لتر ديال الماء في هذاك الخزان كامل ب 10 لتر. إلا دار غير 8 لتر، يعني التناسبية طريقة القاعدة الثلاثية ولا التناسبية، راه هي القاعدة الثلاثية، راه هي التناسبية. إذا 8 غنضربوها في 2400 ونقسموها على 10، 2400، وغنقسموها على 10. إذا هنا يمكن لي نختزل بالصفر مع الصفر، غتبقى غير 8 في 240، دونك 0 32 16 19، دونك 1920 لتر. إذا هذا هو كمية الماء التي ضخها المحرك. إذا هنا كمية الماء التي ضخها المحرك، كمية الماء التي ضخها المحرك. جيد، الآن on passe à l'exercice 16. Donc le diagramme circulaire présente، هذا هو الدياغرام circulaire يعني دائري، présente la répartition de 12000 dirhams des dépenses mensuelles d'une famille. يعني هذا كيبين لي المصاريف ديال واحد لافامي كيفاش كتوزع المبلغ ديال 12000 درهم شهريا. Donc je calcule le montant en dirham des frais de santé. Donc il y a les frais de santé. Donc on a le montant. Donc je vais dire, il y a 12000 درهم 12000 درهم هي هذا الشيء كامل منها مثلا 1/5 ديال الكرا الى اخره. اذا الا بغيت انا هاد لي فري غنجمع هاد الاعداد الكسريه ونطرحهم من الكل باش نعرف بعدا هاد لي فري دو سونتي، يعني داكشي الخاص بالتطبيب والتمريض والى اخره اشنا هو العدد الكسري اللي كيمثلو. اذا نجمع هادو بعدا. دونك نبدا من البلو. دونك 15 4 sur 15 عندنا هنا 16. دونك 4 sur 15 plus. Donc on a 4 sur 15, on a 1 sur 5, on a 2 sur 15, on a 1 sur 15 ou on a 2 sur 15. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هادو غنجمعهم. دونك كلشي 15 إلا هذا غندير فوا 3 فوا 3 باش تا هو يولي 15. دونك غتولي هنايا هنا 3 هنا غتبقى 2 هنا 1 هنا. دونك هنايا المقام واحد هو 15 ونجمع 4 زائد 3 7 زائد 2 9 10 12. دونك 5 8 12. دونك 12 على 15. ما معنى 12 على 15؟ نختزلها بثلاثة. اذا هذا تعطيني 4 وهذا تعطيني 5. دونك 4 على 5 هو ديال هذا الشيء. بقى شحال بقى لهذا؟ دونك لك 4 على 5 هو الكل، لك 4 على 5 هو ديال المصاريف الاخرى، يعني الكل هو 5. اذا ديما المقام هو اللي كيوريني الكل. دونك 5 sur 5 moins 4 sur 5 تعطيني 1 sur 5. دابا الا بغيت لو مونطون. دونك لو مونطون en dirham des frais de santé et دونك صافي. هنا عرفنا بان 1 على 5 هو ديال التطبيب. دونك 12000 درهم نضربها في هذيك 1 على 5. دونك البسط في البسط والمقام في المقام. بطبيعة الحال نديرو قسمة. دونك فيها جوج ندلو هذا فيها 4 أو جوج أصفار نزيدهم هنايا. دونك 2400 درهم. دونك إلى هنا أنهينا 80 صفحة 59. شكرا، لا تنسوا لايك للفيديو تشجيعا لنا، والسلام عليكم ورحمة الله.